كارثي أنقرة لبحث الأزمة السورية والقوات النظامية تتقدم في حلب. تركيا كانت المحطة الأولى في جولة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى المنطقة في إطار جولته الطويلة التي سيناقش فيها مع أبرز القادة عددا من الملفات المهمة وأبرزها الأزمة السورية. هذا العنوان العريض للتطورات المتسارعة في سوريا حملها وزير الخارجية إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي أحمد داود أوغلو. هذا الأخير كان رد منذ ساعات قليلة على ما أدلى به الرئيس السوري بشار الأسد من اتهامات بحق تركيا ورئيس حكومتها، فأكد أوغلو أن الاتهامات بعمل تركيا مع إسرائيل لتدمير سوريا غير صحيحة، مشددا على أن تركيا لا تتكلم مع إسرائيل عما يخص أي طرف ثالث من جيرانها. في الميدان تمكنت القوات النظامية السورية من السيطرة على قرية عزيزة الاستراتيجية المطلة على أحياء في جنوب مدينة حلب في شمال البلاد بعد اشتباكات استمرت أياما. وتقع القرية على الطريق المؤدي إلى مطار النيرب العسكري شرق مدينة حلب وعلى هضبة مرتفعة تشرف على أحياء في جنوب حلب وتبعد نحو 4 كيلومترات عن حيين يسيطر عليهما مقاتلو المعارضة. وكانت المعارك في محيط القرية تصاعدت منذ 5 أيام وقتل فيها عدد كبير من المقاتلين وعناصر الجيش السوري.